قطعنا هذا جبت لكم ثغرة الحصول إن شاء الله على لاعب نجوم أسبوع أسطوري. إن شاء الله سوف تحصلون على أقوى لاعبي هذا الباكج، يعني باكج أسطوري ديوغو جوتا أو يعني ماغاليس أو كذلك يا أخي الكريم فلاوفيتش أو فيران توريس، يعني كذلك الحارس يعني نسخة أسطورية، كذلك نسخة لأوكافور، يعني هناك بعض النسخ أسطورية كما ترون. المهم سوف أشركم ثغرة سوف تزيد حظوظك للحصول على أقوى لاعبي الباك. المهم أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند الحارس مرتين هكذا، ثم نفس الشيء عند لاعب غلطة صراي. بعد يا أخي الكريم سوف ننتقل عند أوكافور مرة واحدة والإطلاع على إحصائياته هكذا، مرتين عند ديوغو جوتا، ماغاليس مرتين هكذا يا أخي الكريم والإطلاع على إحصائياته، ثم يا أخي الكريم مرتين عند فلاوفيتش، ثم ثلاث مرات عند فيران توريس، ثم يا أخي مباشرة مع ليكسي والرجوع واللف باللفة المجانية وبالكوينس. كما ترون يعني هناك بعض التعديلات في يعني طريقة الحصول على اللعب، كما ترون يا إخوان حصلنا على ديوغو جوتا يعني أقوى لاعبي أفراد كما وعدتكم يا إخوان، يعني جربوا الثغرة واكتبوا لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة.